قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. في الآية الأولى ورد لفظ الضر بفتح الضاد، وفي الثانية الضر بضم الضاد، والضرر في الثالثة، فما الفرق بينها؟ الضر والضر لفظان يتشابهان في النطق ويشتركان في الجذر، لكنهما يختلفان في المعنى. فالضر مصدر ضرر وهو خلاف النفع. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أما الضر فهو الهزال وسوء الحال، أي السقم الذي يصيب البدن، وهو نقيض الخير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما الضرر فهو الاسم من الضر، يكون لمن فيه علة والنقصان إذا دخل شيء، يقال فيه ضرر. فقوله تعالى أولي الضرر أي الذين فيهم علة، وجاء في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار.